ماشي اجي وارسيها وارجع اديها والاقي تقليها الاقي تقليها اوكي كل ما تخيل وارجع اديها والاقي تقليها. سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم في الموسم الثاني من ريد بول مزيكا صالون الطرب. هنعرف اتنين فنانين على بعض في صالون ريد بول، وكل فنان ما يعرفش هيقابل مين وهيرتاح وينسجم معاه ولا لا، وهو ده التحدي. وهيبقى مطلوب منهم يعملوا تراك في 8 ساعات بس، وبعد ما يخلصوه هيصوروه. معاكم أحمد بسيوني مقدم البرنامج، هنقول لكم اللي بيحصل في الاستوديو بالتفصيل طول الحلقة. وحلقة النهاردة فيها الصوت الطربي الجميل أبا يزيد، ومعاه الميوزك بروديوسر 200 شمس. ومفاجأة حلقة النهاردة ضيف ثالث صاحب الصوت الإلكتروني الرابر ديزي. أصدقائي الأعزاء وعشتونا يا جماعة، معاكم أحمد بسيوني من ريد بول مزيكا صالونات. الحلقة النهاردة نار. ليه بقى النهاردة نار؟ لأن هم الثلاث ضيوف وما يعرفوش إن هم الثلاث ضيوف، كل واحد فيهم فاكر إن هو هيقابل التاني اتنين مع بعض بس. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، اوبا بابا بابا ابا يزيد داخل بيترنح على السجاده الحمراء، داخل معانا راح قطه اهو، احنا متابعينه. بص ماشي ازاي، بيبص لفوق عاوج رقبته كده، اللي هو انا قطي فين. ودلوقتي داخل ضيفنا التاني 200 شمس، درجه الحراره بترتفع في الاستوديو، الاضاءه بتزيد، و 200 شمس داخل يا جماعه، مش قادر، انفجار في عيني. معلش يا 200 شمس، ويلكم باك يا معلم. وضيفنا التالت يا جماعه وصل بالسلامه، ملك الراب والتراب وكل حاجه فيها راب، ديزي. دقت ساعه العمل يا جماعه، ومضطر انزل للتلات ضيوف عشان ادلعهم. يلا بينا. كل يوم هذه الطرقه بتودينا لعوالم غريبه. قول يا رهوي يا رهوي. باي باي بقى، سيبوني بقى مع الراجل. ايه اللذاذه دي؟ بتجيب من هنا؟ انت جاي في الشرق بقى عادي، بنقعد في اي حته. يا زيد، مش انا اللي هعمل معاك مزيكا، انا الهوست. انت يعني احلى هوست في حياتي. طبعا متخيل احنا نغني مع بعض صح؟ بس لا. مستعد؟ حماس ليفل رهيب. مبسوط؟ حاسس ان في تجربه هتحصل حلوه؟ حاسس. لا يعني انت مش متخيل ايه الجونر اللي ممكن تقابلك؟ بص، عندي استعداد اغني اي حاجه. حاجه بوب مصري. انا اصلا بالنسبه لي اللي هو مهيئ نفسي على اي حاجه يا باشا، لو هغني الحماده فاهم؟ تمام. ماشي. انت مستعد تغني مهرجانات؟ مستعد اغني مهرجانات. ان ماي اون واي، طريقتي يا باشا. ماشي. يعني مثلا داخل معايا مثلا بتاع راب مثلا. ماشي. يعني انت لو في راب هتعرف تعمل راب. ماشي. طبعا يعني اقول له تعالى اعمل مهرجانات، اعرف اعمله بس هيبقى بطريقتي يعني، فاهم الاصل؟ ماشي يعني. انا عايزك تتبسط، حب تتدلع. يس. ابو لذيذ هيكسر الدنيا يا جماعه. ماشي، خليك مستريح. اوكي، احنا جايين نريحك النهارده جماعه. 200 شمس، ما تهزرش. اهلا يا حبيبي، وحشني والله العظيم. والله كله كويس. اقعد ارتاح، اقعد هنا اقعد هنا. عامل ايه يا صديقي؟ كله كويس. منور. نورك. مبسوط؟ مبسوط جدا. انا مبسوط، خلي بالك. انا انبسطت اول ما فاهم، اول ما لقيت كده قلت من بيت ام، قلت اقعد. هم ريد بول يعني شايفيني كوميديان اكتر من ان انا بحاول اغني، بس خلاص مهمش. لا لا، انت كده كده فنان. اخويا والله، اخويا والله العظيم. اول مفاجاه، انا هوست، يعني مش هنغني مع بعض. ماشي. تاني مفاجاه، المفروض ضيف مع ضيف صح؟ بس النهارده سبيشال، يعني حلقه سبيشال، هو ضيف ضيف ضيف، فهي دي الحلقه الوحيده اللي هتبقى كده، ثلاث ضيوف مع بعض. تشالنجينج قوي. اوكي. هما ما يعرفوش ده. ماشي. مستعد؟ مستعد. عايزين بقى الناس ايه تهجم علينا. متين شمس. هاي ديزي. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله تمام؟ والضيف الاخير ابا يزيد.
رشيد سيفي العمار كله جامد يعني جامد طبعا فاضي سهل يا شباب انترستنج قوي جميل جدا عامل ايه ابا يزيد مغنواتي مغنواتي جميل 200 شمس ميوزك بروديوسر وبيغني جامد كمان. فممكن نكسبلور بقى حاجه مع بعض لذيذه وبرده ممكن يسمعكم حاجته جامد ديزي غني على التعريف ديزي ملك الراب مستر ديزي الجامد الصاروخ الخطير احنا المفروض ده تعاون ثلاثي يطلع منه حاجه ده احنا ريد بول مزيكا صالونات المفروض بنعمل ايه بنعرفكم على بعض تطلعوا حاجه لذيذه في الاخر احنا نقعد مع بعض النهارده 8 ساعات في الاستوديو اوكي فيلا بينا بقى نروح على الاستوديو عايزين يلا بينا كاميرتي فين كاميرتي فين معايا اوه انا بقى مستني اللحظه دي تيجي خش الاستوديو منورين يا جماعه فاكر كنت فاكر بقى على 200 شمس هيخش يقعد هنا لا لا والله بس يعني الموضوع لا متحمسين اعرف الاول طيب انا اعرفكم بنفسي انا باشا اسمي ابا يزيد ده اسم العيله بعمل ايه طول عمري بغني بقى حاجات افريكان شويه بعد كده مؤخرا ابتديت اروح الحته بتاعه البوب شويه بقى فيها شويه غنى بس بشخصيه الى حد ما يعني مختلفه ما تشوفوا انتوا هتسمعوا وتقولوا هسيب لكم انتوا الراي ده طب تعالى تعالى يعني فهمت تعالى يا جماعه سميس في حاجه في الاخر برضو يعني بحاول اديكم فكره على قد ما اقدر ايه اللي بيحصل عامه ايه كلامس اوري خش انا وديني ودي بص يعني وانا بكتب اغاني وبروديوسر ماشي وبحب اتعامل مع اي ارتست يعني ما كنتش عندي مشكله ان ارتست لا او ارتست او ماليش في القصه دي في جنرا معينه بتلعبها يعني لو انا بعمل حاجه لنفسي بحب اعمل حاجه لنفسي اللي هي اللي موجوده بتاعتي انما لو مع اي ارتست بحب اشوف بقى انت جاي منين وانا جاي منين طبعاً. ومع بعضينا بقى يعني ماشي. بحب الحوار ده انت اللي بتغني لا انا بلعب كل حاجه سايكيديلك تحسه سايكيديلك كده دي كانت يعني كنت حاسسها جايه من ناحيه حميد انا مش مهتم شوف انت بتكم انا لعيب انا من تسقول ومحدش عكر قوي ما كان الدنيا شيء وقت سقول كان شيء في بيجني جامدون شامني برزلي تحني كور كل اللي دي الحضروا بس كده صح صح ثالث خلاص تعرفتوا على بعض كده تمام ماشي تمام ماشي لازم اشغل لا لا لازم اشغل سيبك تدلع صاحبي مشاكسنا الغالي اخويا اخويا مشاكسنا الغالي سيبك تدلع نجمنا اسيبكم تدلعوا ماشي عايز اعرف اسمائكم جت ازاي انا اللي عملته اللي هو يكون عارف اللي هو تعرف تفتكره بسهوله ويبقى سهل ما كانش فيها تفكير او اي حاجه خالص طب ليه في رقم في الاول ما اعرفش حسيت ان هي جت كده مع نفسها فعلا والله رقم دين شمس ديزي كانت عباره عن ايه ديزي عشان كونفيوزد في الحياه عامه حاجات وحاجات عارف الموضوع بيبني خلاص بينقرض اللغه دي بتنقرض موجودين اهو يا عم لا اللغه انت عارف مش ماما لو كلمتك كلمتين مين بيذاش كده كده ان انت فديكاوي وانا متوكي اللغه غير اللغه بس متوكي انت هارش حاجات والله جامد يلا يا جامد والله العظيم جامد فخر العرب فخر النوبه طب ايه تحب نبتدي يلا بينا تعال نسخن كده عقبال ما اكس يجي يظبط الاداء نكون ايه دخلنا على الف مود دلعنا اللي بيحصل عندكم في التراب عامه اللي بيجي يعني اللي بيحصل ان هو بيدبل تيمبو مثلا بيوصل ل 160 او 140 مثلا بس كله 70 بس كله 70 فاهم عايز تعمل كده برضو بص هو ده اللي هو ده اللي فوق المية اللي في دماغك انا مش عارف فوق المية دي في دماغك اللي هو ايه لا هي الحاجه اللي في دماغي يعني اللي بشوفها يعني هي النقطه اللي منها نبتدي يعني فاهم الدنيا ان احنا ازاي احنا الثلاثه فاهم يس نبقى عاملين حاجه مش حاسس ان هي مثلا داخله على حد قوي فمش تاني مش معجب بيها او
دي تبقى حاجه في النص. انا حاسس ان ديزي بيرقص بيعمل دماغه على الفاضي كده، مش عاجباه. انا بقولك مش عاجباه. مكان بشويه انا عاجبني البارت ده. لا اوكي، ممكن ناخد البارت ده. ايوه كلمه صح. فكره ما بعرفش اللي هو ادور في الهوبس وبتاع، انا لازم حاجه يعني حاجه فاهم. انا عايز بس اسمع صوت الاوتو تيون وصوت الكلام ده كله، بس بطل التيمبو. بس كسرت الستايل ده. عجبني، انا عجبني جدا، ده عجبني جدا. طبعا زي ما انتم شايفين في تفاعل رهيب ما بين ابا يزيد والديزي الجميل. في حاجه، كان في حاجه في الاوتو تيون ما بتطلعش ليتنسي. كان في اللي ماشي الانتريس سيتنجز سيتنجز لو ليتنسي جامد. ديز يوز لو ليتنسي ديز تيربي دمي تيتي تيتي ديري دمي بام 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 تاون بابارو Body did it, dip, 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 papa. Tap on the dip, 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 بص انا عندي فكره. انا تاني احنا نبتدي بالاساسيات خالص. انا فاهم اللي انت عاوز توصله وهنعمله، انت فاهم اللي وصله، بس تعالى نبتدي بالاساسيات يعني نحطها. مين يعني؟ مين؟ ما خلاص 8، فانا بحاول استراكشرز الدنيا. انت عاوز تعمل 8 ورا على طول صح؟ 8 التانيين. اوكي ماشي، خلينا نشوف شكلهم بقى هيبقى عامل ازاي، عشان انا عايز ارسى اصلا على الميلودي كده اكتبه. انت بتتكلم عن ايه؟ انت عامه عن نفسك وعن بس انت بتعاني صح. فالمفروض ان انا بقى يا اما بصرخ، تمام، ده اول حاجه منطقيه سيكونس الطبيعي يعني، يا اما انت الفاصل اللذيذ قوي في حياتي، الريفلكشن الكويس، الجود فايبز. اوكي، فانت المفروض الليركس اللي انا قلتها عكسها بس يعني. اوكي، فاللي هو هنفصل مثلا اللي هو بس انا تمام، انا بس انا تمام بالظبط، هو ده ماشي. طب ايه الكلمه يعني تيريريتيتي ده مين؟ ممكن مش تيريريتيتي، ممكن تبقى تيريريت. استنى شغلها كده. اسكول ما تسيب اكتب انت تكتبش ليه؟ ايه يا عم ده؟ تكتبش ليه؟ اكتب. ده في ورقة وقلم يبقى الموضوع اسهل قوي. ورقة وقلم. ديزي يا جماعة بيسيطر هنا، ديزي بيسيطر. بقول لك، فكنت بقول لك انا عاوز اللي هو مثلا هو بيعمل ريفنج، بيعمل ريفات حلوه فاهم، هو شغال. ان بقى صوتك فكرني بحاجه زي بروز انسترومنت اللي هو فاهم ترومبت حاجه كده.
اوكي. عارف الباسجات دي اللي هو بيكون فيه ريف شغال اللي هي الباكينج الحاجات الباكينج اللي بس دلوقتي. مش باكينج اللي هو في الباك جراوند، باكينج اللي هو بيعمل حاجه هترف بقى عليه بس ممكن ماشي. احنا ممكن نعمل كاونتر بوينتس اصلا على ده، يعني يبقى حاجات عامله اللي هو بدل الباد مثلا يبقى في كاونتر بوينت شغال من تحت بيقول مثلا زي هامينج مثلا. بس كل دي انسرتات خد بالك. ما انسرتات بس بقول ان احنا يعني انا اقصد في ايدينا ان احنا نبنيها بشكل مش اللي هي يلا نحط كاونتر بوينت هنا وخلاص. لا 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 طبعا طبعا ان احنا فيها فكره ان احنا يعني ابتدينا نحط رفات اهو ابتدينا نحط. ما هو انا بس عايزين نخلص من اهم حاجه، يعني اهم حاجه لا الكلام، يعني نخش نسجل الكلام دب دب كده احنا معانا تراك يلا نوزعه بقى نبهدله. حواليك وانا ناس صعبي على جنبي باركولي ومالو كاس وانا مش حبيب انا دار بس طرفه سوفا لا بلا بار. ممكن نسجلها طق 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 يعني تلاتة تلاتة تلاتة. بس بتقولي دوس دوس وانا فعلا بتاني وشي حبي دور حواليك وانا ناس صعبي على جنبي باركولي ومالو كاس حاول كده تغني قول مثلا دي بس كل ما تخيب لقيته ليها ماشي بس اقولها بطريقتك كده بس كل ما تغيب لقيته ليها بس كل ما تغيب الاقي تقليها تعالى بقى اكتب لك تراك بارات هنا عشان بالظبط اجي وارسيها وارجع اعديها والاقي تقليها تاني ايه دي؟ ده انا بارد بس كل ما تجيب اجي وانسي ارجع واديها الاقي طولي ده اللي بعده ده الكوبليت تاني عشان بكتب اربعة تانيين اللي بعده اني برسيك ودي اني بنرسيك كورس ولا ديزي ولا حاسبه على انه كورس يعني لسه عاوزين نعمل كورس كمان. سؤال حلو جميل بس انا عاجبني يعني عشان هنالفه لسه فاهم الاصل يعني انا عاجبني على اساس ان هو مش عارف حاسه كورس. انت حاسه ايه؟ انا حاسه كورس صح؟ يعني ماشي ده على انه كورس واخده بلارو على كل كورس تمام يعني حاسه كورس. ديزي لما هيجي يسجل تاني هيسجل فيرس تاني 8 بار تانيين يعني مش عايز اقول كورس بس برضو انا فورمات ان هي بتاعت المغني بيقول الكورس والرابر بيكمل دي فورمات كليشيه شويه. بص انا اقول لك حاجه هو الكورس موجود انا هعمل لير تحت تعمل لير تحتيه تعمل فيرسك بالظبط انا الفيرس هاخده على الهادي بقى اللي هو اللي انا كنت بقول بعده هتخشوا في الكورس مع بعض بزنوزه يس حماس ايوه البريدج كلام ولا مش كلام؟ يعني ايه البريدج كلام؟ البريدج اللي هيبقى في الاخر ده هنحط فيه كلام ولا هنقول على حسب الفيرس بتاعك هينتهي بايه؟ طيب طب مبدئيا احنا كنا عايزين ايه؟ جنبك عدد عمري بيزيد والدنيا مش بمبارح شبابي ونسيت انت عمر عدى مش عقلي بيريد المسوق المشهد قلبي يقود المشهد اصلا فاهم؟ قود المشهد قلبي يقود المشهد هو مش يقوده قود المشهد ازي يا جماعه خلاص كتب الليركس يعني او معظم الليركس تعالى محمر يا جميل يس طيب انا عموما حان وقت البريك حان وقت الاكل حان وقت العشاء فانزل لهم
فيش لحظه جيت قلت انا عاوز ابتدي اعمل موسيقى؟ يعني جت لي جامد وانا صغير عاوز اكتب كلمتين، عاوز طب اشوف افتح ازاي بيتعمل مثلا، تعمل بيت ازاي، بتعمل ميلودي ازاي، بتعمل كده. فمشيت مع بعض كده بس. وبعد كده امتى بداتها بقى بجد؟ ممكن تقدر تقول من لا فعلا ما صعب، بس هي فعلا كانت ماشيه سلالم سلالم جدا. يعني انت يعني اول اغنيه نزلت على اليوتيوب؟ اول اغنيه نزلت على اليوتيوب هو بمتين شابس. اول اغنيه نزلتهم السنه دي. انت اول مره تنزل مزيكا فعلا بعد اول مره نزل مزيكا وانا حاسس اللي هو عاوز اكمل في هنا يعني، فاهم اللي هو هي دي يعني، هو ده انا في حاجه كده دلوقتي بمشي وراها، في حاجه هي دي. طب ابو يزيد ايه اللي انت بتحبه؟ انا هاجي لك بقى في كل القصه دي. بص يعني مبدئيا انا عندي باك جراوندز المزيكا اللي انا ابتديت بيها كانت جاز وحاجات معقده وانا بحفظها وانا في اعدادي يعني. بعد كده لما جيت ابتديت بقى اغني، واول حفله عملتها في الساقيه وبتاع، وده كان 2004. انا باندو كان بقى باند اللي هو احنا كنا مثلا بتاع 17 بني ادم على الستيج، كل الالات في كل حته، فانت بتلعب كل الجونرز بلخبطه بكل حاجه، ما كانش في حاجه يعني ماشي جريبي، بس كان الناس يعني ولا لا مش كفرز، كان كله اوريجينالز، وانا شايف بوتنشال عندي في حته البوب. فابتديت بقى اشتغل على بروجكت من سنتين لسه هيطلع بقى بوب بجد، اللي هو من الحاجات المامبلنج اللي هي ما بتكتبش عليها دي، فقفشت حاجات بقى اتكتب عليها. فخور بيك يا استاذ ابو يزيد. بحبك استاذ ديزي بقى. طبعا انت مش عايز تسال اصلا انا مش عايز اتكلم معاك عشان دايما معايا بتسوني بقى. بص انت قلت لي في الاول اول حاجه انا هروح فين؟ انا بجد مش عارف انا هروح فين. يعني انا بنزل تراكات اسمعوها، انتوا كويسين معاها تمام، مش كويسين معاها خلاص ماشي خلاص، فدي بتاعت ربنا، فانا ما اعرفش انا رايح فين الصراحه. بس هي الفكره كلها عشان تبقى رابر مبدا كلام لازم تكتب كلام. انا 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 مش ده مش امكانيه عندي قوي، او لما بتحصل كده يمكن لو ركزت لها هيحصل ده، بس انا ستيل بليف ان انا في حد بتاع كلام. انا مش عمري طول عمري الفوكس اصلا كان على المزيكا، طول عمري الفوكس اصلا كان على المزيكا اللي ورا الكلام اللي بيتغنى، عشان كده اللي طالع جوه عامل كده فاهم، في اللي هو انا انا بسولو. طيب تعالى نسال البروديوسر اصلا. تمام. انت شايف الدنيا ماشيه ازاي؟ احكي لي كده ايه اللي حصل كده باختصار شديد جدا. هو ما اعرفش انا سمعت تراك ديزي، انا جا في دماغي ان الفريز بتاعت الموسيقى دي هو يعرف يمشي عليه، ما اعرفش انت كده قلت هو طبعا هو الموجود، هو اكتشفت ان هو الجست بتاع النهارده خلاص هو يعرف يمشي عليه، حط التيمبو جت كده في دماغي. هو بس قال لي بس نبطئها شويه. اوكي ماشي، بس انا عارف ان انت هتمشي عليه. قلت له التيمبو عايزينه فول مان. اه ايه تيمبو؟ قلت له انا ما بعملش مش عارف ايه. حتى هو قال لي بطئها، قال له تمام انا عارف ان انت هتمشي عليها، بطئها صراحه نفس ماشي. النتيجه ماشي. بس وبعد كده زيد دخل وحط اللي هي الحته اللي هي بتاعت ان احنا بقى عاوزين بقى ايه، طب بدل ما نخليها ان هو تبقى هيغني مثلا تبقى اوتو تون، تبقى الاستراكشر بتاعتها ماشيه، اللي هو يبقى شخص واحد بس بيغني يبقى فيه صوت وراه بقى ماشي، صوت العملاق اللي هو فجاه يروح زي التراك ماشي لفوق اكتر، فجت حلو. طب ايه اللي ناقص؟ خلينا نقول ايه اللي ناقص؟ ان احنا نسجل بجد، فيرس بريدجين تسجيل بجد. بس كل ما تغيب ارجع ارسيها، ارجع اعديها والاقي شوق ليها، تاني والاقي الطوق ليها ماشي. كل شي حب يدور حواليكي وانا ناس، صحابي على جنبي باركولي ومالو كاس، وانتو بتلوموني بس كلامكم مش بقاس، بيسألوني دزدوز وانا لا قبال، حبيبي اني اقول بس اني شخص عادي، وانتو بتلوموني بس كلامكم مش بقاس، بيسألوني دزدوز وانا لا قبال، حبيبي اني اقول بس اني شخص عادي. علي ريفيرب، انا مش قادر اصل يعني فاهم؟ هوريك قادر اقاوم. بس كل ما تغيب ارجع ارسيها، ارجع اعديها ولا يضريها. قفل مظبوط، قفل مظبوط. واخيرا اصدقائي الاعزاء، دقت ساعة الدلع.
المزيكا خلصت وكله خلص وحان وقت تصوير الفيديو. يا جماعه احنا عملنا اغنيه جامده جدا، استنوها تنزل بعد اسبوع. Peace out.